لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله. وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم كربلاء. سيدي ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربان ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظين اتخذ القناة بدلا عن الأعواد لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق الناب رض جيادي
فتاه على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد في الأصفاد باد الظنا يشكو على إعار المطاع عض القيود، ونهسة الأقتاد ما لأراك ودم عينك جامد، أو ما سمعت بمحنة السجاد قلبوه عن نطع مسيج فوقه، فبكت له أملاك سبع شداد، ويصيح وجداه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي، منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي، وكأني به ينادي أنا ابن ولاة الأمر في كل موطني، بنا شيد الإسلام والدين قد بني، أبعد استلام الناس كعبة مسكني، أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، لكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كما أنه توجد في الشريعة المقدسة نجاسات حكم الشارع بالتنزه عنها، كذلك توجد مطهرات، وعلى رأس هذه المطهرات هو الماء، وهو أسهلها،
في البداية نقول أولا أن الإنسان يتعامل مع الماديات على أساس الطهارة، يعني أنك لا تحكم على هذا الشيء نجس إلا إذا كنت تعلم، أو كانت هناك مثلا بينة أو غير ذلك من الأمور التي أعطاها الشارع الحجية. وإلا فالأصل في الأشياء الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. إذا علمت بنجاسته بعد ذلك رتب آثار النجاسة. ولكن مع الأسف الشديد على أن هناك الكثير من يرتب آثار النجاسة والحال أنه ما ثبتت نجاسة، كيف ترتب آثار النجاسة والنجاسة لم تثبت بعد؟ وسوسة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعامل الأمور كلها بنجاسة سبحان الله، خلاف سهولة الشريعة. الله سبحانه وتعالى جاي يوسع علينا ونضيق على أنفسنا، قال لك كل شيء لك طاهر، خلاص أنت تبني على الطهارة تحكم على الطهارة. لا لا لا، من شاهد رطوبة وسوس وشاكك قال هي نجاسة، هذا نجاسة، هذا نجاسة، هذا نجاسة. سبحان الله، أنت من وين جبت هذا نجاسة؟ يركب حافلة، يركب باص، يوسوس حتى في المقاعد، يريد يجلس على هذا المقعد يقول يمكن يمكن جالس في هالمكان هذا ماذا؟ واحد كافر، وليكن كافر مثلا. ما الذي أدراك على أنه انتقلت النجاسة منه إلى هذا المقعد؟ أولا أنت ما تدري فتحكم عليه بالطهارة، كيف تحكم عليه بالنجاسة؟ ثم أنه ما تحكم عليه بالنجاسة حتى لو كافر جلس في هذا المكان، وحتى لو عرق ظهره مثلا يمكن رطوبة نداوة شيء بسيط هذا ما يأثر في انتقال النجاسة، هي على القول طبعا بنجاسة الكافر وكذا. لا يحكم، قال هذا ماذا؟ هذا المكان نجس، لأنه يمكن سبحان الله يمكن جالس فيه واحد كافر مثلا. وهكذا وين ما يروح يوزع ماذا؟ يوزع نجاسات. لا يا حبيبي، مو كذي الدين. الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. نعم هناك أمر، أنت إذا تدري على أن هذا المكان نجس، الآن مثلا في المنزل جاهل مثلا تبول على مكان، علمت على أن هذا المكان ماذا؟ نجس. بعد ذلك قلت مثلا لزوجتك طهري هذا المكان، وانت خرجت عقب فترة رجعت ما تدري ان هذا المكان طهر ام لا، في هالحالة تبني على انه ماذا؟ لا، في هذه الحالة تبني على انه نجس، لان حالته السابقة ماذا؟ النجاسة. فاذا حالته السابقة النجاسة الان شكيت انه طهر ام لا، تبني على النجاسة، تبني على الحالة السابقة، هذا يسمونه الاستصحاب،
يعني استصحاب الحالة السابقة. إذا كنت تدري قبل أنه طاهر وبعدين تشك أنه تنجس أو لا تستصحب الطهارة. إذا تعلم على أنه نجس الآن تشك أنه طهر أم لا تستصحب النجاسة، وهكذا. أي ذكرناها في مسألة القضية الوضوء، إذا واحد متيقن الطهارة وشك أنه أحدث أم لا يبني على أنه متطهر، وإذا كان محدثا فشك أنه تطهر أم لا يبني على حالة الحدث، وهكذا. فإذا هذه نقطتان مهمتان لابد الواحد يلتفت إليها، على أن الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يصير عند علم أن هذا ماذا نجس. عاد علم الآن علم وجداني أو علم تعبدي أيا كان، إذا صار عنده علم بعد ذلك يرتب آثار النجاسة، إذا صار عنده علم بالنجاسة يرتب آثار النجاسة، وإلا فإن الأصل ماذا؟ الطهارة. وكذلك بالنسبة إلى قضية الاستصحاب، إذا يعرف أنه طاهر الآن بعد ذلك شك يستصحب الطهارة، إذا يعرف أنه نجس بعد ذلك شك يرتب آثار النجاسة، وهكذا. الآن ما علينا، خلنا ندخل في موضوعنا، كيفية التطهير، كيف نطهر الأشياء عندنا بالماء. الآن نفرض أن الماء قليل، لأنهم يقسمون الماء إلى قسمين، ماء قليل وماء ماذا؟ كثير، ويصطلحون على أن الماء القليل أقل من الكر، والماء الكثير هو كر فما زال، ويعطون طبعا الكر وزن خاص أو مقياس خاص بالأشبار أو بالكذا. بعضهم قال مثلا بالكيلوات أنه 377 كيلو، بعضهم قال 470 ولعله السيد الحكيم. فعلى العموم أنه في خلاف طبعا بالنسبة إلى المقياس، مقياس الكر بالوزن. بعضهم أعطى بالنسبة إلى المساحة مثلا طوله عرضه عمقه 3 أشبار، بعضهم قال 3.5 أشبار، هذا تقريبا مقدار الكر. فإذا يزيد الماء إذا يزيد عن هذا المقدار فهو ماذا؟ كر. إذا يقل فهو ماء قليل، يا ماء كثير إذا صار كرا فما فوق، أو يصير قليل إذا كان أقل من الكر. ما علينا، الآن خلنا في الماء القليل، كيفية التطهير بالماء القليل. يقولون لابد من أجل أن تتحقق الطهارة لابد وأن تتوافر أمور عدة. أولا إزالة النجاسة، أنت إذا بتطهر شيء أول شيء زيل ماذا؟ النجاسة، اقلع النجاسة. عاد سواء صارت هذه النجاسة على الملابس، أو صارت هذه النجاسة مثلا على الأرض، أو صارت أيا كانت هذه النجاسة، فإذا الأمر الأول هو قلع النجاسة، قلع مادة النجاسة، المادة نفسها يقلعها، يجيب لي مثلا كلينس أو ماء أو شيء كذا. المهم النقطة الأولى أنه ماذا؟ يزيل النجاسة. وطبعا بالنسبة إلى اللون وبالنسبة إلى الرائحة يقولون هذا مو شرط، يعني يمكن واحد يطهر الملابس مثلا تتنجس بالدم ويزيل عين الدم، يزيل نفس النجاسة يزيلها، وعقب الغسل مثلا تبقى آثار بقع، يبقى اللون هو الدم خلاص زاله، وإنما يبقى مجرد لون مثلا، أو حينما يستنجي تبقى الرائحة مثلا. فهذه الرائحة لا تنافي قضية التطهير، ما في مشكلة، يعني بقت هذه البقاع مثلا ما تأثر، لا تبقى على نجاستها، يطهر حتى لو بقى هذا اللون أو بقت الرائحة، هذا مو مشكلة. فإذا النقطة الأولى هو إزالة عين النجاسة،
هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الماء لابد أن يكون مطلق، يكون مضاف. أما إذا كان مضاف ماء ورد بغسل إبه مثلا، أو عند شربة مثلا تنجس عند ثيابه بغسل بالشربة مثلا أو كذا، لا هذا ما يطهر. الماء المضاف وإن كان طاهرا في نفسه إلا أنه غير مطهر لغيره. وأخذنا في الوضوء أنه لا يرفع الحدث أيضا. إذن الماء المضاف لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا. ولذلك هناك بعض الملابس مثلا ترمي صبغ، فإذا وضعت في الماء وقبل أن يستولي عليها الماء أصبح الماء مضاف، تغير الماء صار مضاف، عاد هذا الماء ما يطهر، لا يطهر إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان مطلق. أن يكون أيضا ماذا؟ طاهر. فإذا تعتبر الطهارة في الماء وتعتبر يعتبر الإطلاق. بعد يمكن واحد يسأل يعني الماء النجس ما يطهر، بعد يقولون فاقد الشيء لا يعطي أساسا. إذا كان الماء نجس بتروح تطهر بماء نجس؟ ما يصير. فإذا يشترط طهارة ماذا؟ يشترط طهارة الماء حتى يعطي الطهارة. أما إذا كان نجس، هذا الماء نجس، كيف تطهر بما هو نجس؟ ولذلك هنا نلتفت إلى هذه النقطة، وهو أن يكون، وهذا الشرط الآخر، أن يكون الماء وارد على النجاسة. هذا الماء القليل يكون وارد على ماذا؟ النجاسة، لا يكون موردا للنجاسة. فإذا كان واحد عند إناء، عند ماعون مثلا فيه ماء وإيده فيها دم متنجسة بالدم أو بالبول أو كذا، فأراد أن يطهره، فإذا وضعها في الإناء وغسلها وإيش صار في الإناء؟ يقولون تنجس، لأن الماء القليل إذا أصابته النجاسة بمجرد ملاقات النجاسة يقولون ماذا؟ ينجس. وإذا ينجس هل يطهر؟ بعد ما يطهر. فلذلك هذه نقطة لابد أن يلتفت إليها. إذا واحد يريد يغسل كذا، يغسل إيده إذا كانت نجسة أو عنده ثياب وكذا، عنده طشت مثلا وفيه ماء، أراد أن يغسل هاي الثياب النجسة، لا يخليها في هذا، لا، خلي يكون الماء هو الذي يرد على النجاسة، يرد على هذا الثوب. عندك الحنفية مثلا وكذا، فيكون الماء وارد على هذا المتنجس، على الثياب، على كذا، حتى يطهر هذا الشيء. أما إنه إذا عند مثلا هذا الطشت أو هذا الإناء وعند هاي الملابس النجسة فرماها داخل هذا الماء، تنجس هذا الماء، ما في فائدة، ما يطهر هذا الماء في هذه الحالة. فلذلك يلتفت إلى هذا الأمر، هذا أمر مهم، على أنه يكون الماء وارد على المتنجس، لا أن يكون ماذا؟ موردا للنجاسة. ها تفضل يا سيد. لا، كلامنا بالنسبة إلى أقل من الكر، ذكرنا من البداية على أن كلامنا بالنسبة إلى الماء التطهير بالماء القليل، أما بالنسبة إلى الماء الكثير لا، هذا معتصم، هذا ما يتنجس يا حبيبي إلا متى؟ إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، إما ماذا؟ اللون أو الطعم أو الرائحة. إذا ما تغير بس يبقى على ماذا؟ يبقى على طهارته، يكون طاهر، هذا الماء الكثير. أما بالنسبة إلى الماء القليل لا، الماء القليل يقولون من تصيب النجاسة، حتى لو قطرة من البول، حتى لو قطرة من الدم، إذا أصابته هذا ماذا؟ نجس، ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، ينجس. هذا بالنسبة إلى الماء القليل، هذا بالنسبة إلى الماء القليل. نعم، فعندنا هذه الشرائط التي لابد أن تتحقق من أجل أن يعطينا الطهارة، من أجل تحقيق الطهارة لابد أن تتوافر عدة أمور. من هذه الأمور أيضا تحرك الماء،
لأن احنا ذكرنا أن الغسل يعني وش الغسل؟ أن الماء يتحرك من مكان إلى مكان. أما مثل الدهن أو تأخذ لك مثلا إذا عندك أرضية فيها بول مثلا، المرأة تجي وتبل إليها ماذا؟ خرقة، وتمسح ماذا؟ تمسح هذا المكان، ما طهر، ما طهر. لابد أن يكون هذا الماء يجري يتحرك من مكان إلى مكان على مكان النجاسة، مكان النجاسة يتحرك فيها الماء. ولذلك إذا عندك ثوب الفقهاء مو بس تحرك النجاسة، يقولون تحرك النجاسة وانفصال الغسالة، تحرك تحرك الماء وانفصال ماذا؟ وانفصال الغسالة. فإذا الماء لابد أن يتحرك من مكان لمكان، فتصب الماء، فإذا صبيت الماء يتحرك الماء ولو شيء بسيط يعني من مكان إلى مكان، وانفصال الغسالة. فإذا عندك مثلا ثوب ملابس صبيت عليها الماء، هنا في هذه الحالة أكيد أن الماء ماذا؟ بيتحرك يعني من جزء لجزء. وبعد ذلك أنك ماذا تعمل؟ تعصر حتى ماذا؟ حتى الغسالة، هذا الغسالة يعني ماذا؟ هذا الماء المنفصل، القطرات اللي تتساقط بعد صب الماء، في قطرات تتساقط، هاي القطرات اللي تتساقط عقب ما تعصر مثلا وكذا يسمونها الغسالة، هذه يسمونها الغسالة. نعم هنا بالنسبة إلى آراء الفقهاء بالنسبة إلى الغسالة، الغسالة هل هي طاهرة أم نجسة؟ الغسالة حين فهمنا وش معنات الغسالة، لكن هذه الغسالة هل هي طاهرة أم نجسة؟ طبعا رأي أكثر الفقهاء أن الغسالة نجسة، أن الغسالة نجسة. سيد السيستاني ظهر بعد أيضا الأحواط النجاسة، الأحواط النجاسة ظاهرا. السيد الخوئي عنده تفصيل، هذا التفصيل طبعا لم يوجد عند مشهور الفقهاء المعاصرين، لم أرى هذا التفصيل، وإنما قالوا بالنجاسة مطلقا. هو لا، هو قال ماذا؟ الغسالة التي تتعقب طهارة المحل هذه طاهرة، أما الغسالة التي لا تتعقب طهارة المحل فهي نجسة. الآن ظهر نجاسة على الأحوط وجوبا أو فتوى ما أتذكر. الآن المهم أنه يقول بالنجاسة فيما إذا لم تتعقب طهارة المحل، كيف؟ خلنا نشرحها شوية. الآن بعض النجاسات تطهيرها يحتاج إلى كم مرة؟ مرتين مثلا، مثل البول، مثل البول. زين، فأنا إذا غسلت المرة الأولى هذا صار المحل طاهر؟ ما صار المحل طاهر. فإذا هاي الغسالة لم يتعقبها طهارة المحل، ما صار المحل طاهر، فإذا هي نجسة عنده، نجسة. أما بالنسبة إلى الغسلة الثانية، صار المحل طاهر لو ما صار المحل طاهر عقبها؟ صار المحل طاهر، إذن هي طاهرة. يعني يقول هي تابعة للمحل، إذا طهر المحل فهي ماذا؟ الغسالة طاهرة. إذا ما زال المحل باق على نجاسته فهي ماذا؟ فهي نجسة. أما أكثر الفقهاء مثل ما ذكرت إليكم قالوا سواء تعقبت طهارة المحل أو لم تتعقب طهارة المحل فإنها ماذا؟ نجسة. زين، لا ما هذاك، وهذا بعد بسميه غسالة، يلا توكل على الله على راحتك. بس هذا طبعا مو نفس هاي النجاسة، هاي الجنابة، الجنابة يا أحبة نجاسة معنوية مو نجاسة مادية، احنا ما ذكرناها من النجاسات، لا الجنابة ولا الحدث الأصغر الحدث الأكبر، هذه النجاسة معنوية مو نجاسة مادية. فلذلك إذا واحد أجنب، واحد أجنب وغسل إيده، زين غسل إيده عن النجاسة
أنت طبعاً ما تدري شفته، السلام عليكم حج فلان، هو مجنب، قال عليكم السلام وصافحته، صافحته الحين هو إيده فيها رطوبة أو أنت إيدك فيها رطوبة، هل تنجست إيدك الحين؟ طبعاً ما تنجست إيده لأنه منجس، هو إيش؟ طاهر. وإنما ما يصير ماذا؟ يصلي ولا يصير يطوف ولا كذا، لأن هذه أمور مشروطة بالطهارة. فإذا قضية الجنابة حتى مثلا لو أجنب وعليه ثيابه، مثلا أجنب من حلال وعليه ثيابه، وحتى لو صاده أصابه العرق مثلا في ثيابه والجنابة من حلال، فيسبح ورد لبسهم مرة ثانية، فيها مشكلة؟ ما في مشكلة، لأن ذكرنا أنه مو نجس، وإنما المني الذي خرج منه هذا هو النجس، البول هو النجس، هاي النجاسة. أما قضية أنه مجنب مو معناته أنه صار قطعة نجاسة، لا، إذا مات هذاك شيء ثاني. أما إذا كان حي لا، فهو باق على ماذا؟ على طهارته، هو طاهر. ولذلك لو لمس الأشياء برطوبة، لمس هذا ما في مشكلة. إذا لمس ثيابه مثلا إيده فيها رطوبة ولبس ثيابه، ولمس ثيابه نجست ثيابه؟ لا، ما تنجست ثيابه، ها، إلا في إذا في إيده مني مثلا، في إيده بول، عندئذ تتنجس بالبول أو بالمني. أما لو كانت إيده نظيفة، مجرد أنه أصابها ماء أو عرق أو كذا، فهذا لا يسري أو لا يطلق عليه أنه ماذا؟ نجس الأشياء، ليس بنجاسة. زين، فإذا إجراء الماء، أن يجري الماء، يجري الماء ويفصل الغسالة. فإذا عند ملابس مثلا يجري عليها الماء ويدلكها أو يعصرها فيما يحتاج إلى دلك، أو يعصرها مثلا، وبالتالي بعد أن أزال عين النجاسة وصب عليها الماء الطاهر، ففي هذه الحالة تطهر إن شاء الله. ولذلك نفس الشيء، يعني أنت الآن مثلا في المسجد، لو واحد مثلا خرج من دم من أنفه، أو كان عنده قرح أو جرح وسقطت قطرة دم في المسجد، الآن إحنا عندنا تقوم القيامة على أساس يطهر ماذا؟ يطهر نقطة الدم، كأنه ما عنده حرب الحين، يلا روح مد الهوز وكذا، وتحمل لها سيارة بعد تدوس على الهوز على أساس يصير ماذا؟ متصل وكذا. حق وش هالوقعة هاي كلها؟ ما يحتاج. إذا عرفنا إحنا هالشروط اللي ذكرناها، كل بساطة الواحد يطهر المكان. أنا جبت لكم المسجد، مو شرط المسجد، باعتبار المسجد أشرف بقعة، أشرف بقعة الأرض. فأصابته قطرة دم، النقطة الأولى، الأمر الأول إنك تزيل النجاسة، هاي الدم تزيله، تقلعه، تأخذ الكلينس أو شيء كذا. زين، فتزيله، تزيل عين النجاسة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، عقب ما زلت عين النجاسة تسكب على المكان هذا المتنجس، صب عليه ماذا؟ ماء. صبيت عليه ماء، يلا جيب الحين كلينس أو شيء كذا، نشف وإيش؟ نشف الماء، خلاص طهر المحل، المحل صار طاهر، خلاص انتهى الموضوع. وإنما القضية في ويش؟ في البول. إذا تنجس ماذا؟ إذا تنجس بالبول، إذا تنجس بالبول. هنا الظاهر أن القول المشهور أن التطهير، تطهير البول يحتاج إلى كم مرة؟ يحتاج إلى مرتين. تطهير البول يحتاج إلى مرتين، هذا القول المشهور. أما بالنسبة إلى السيد السيستاني، بالنسبة إلى السيد السيستاني، رأيت في منهاجه على أنه التعدد مرتين في خصوص الملابس والبدن. إذا الملابس أصابها بول، هي تطهرها مرتين. إذا البدن أصابه البول، تطهره مرتين.
أما بقية الأشياء يقول لك مرة واحدة حالة حال ماذا؟ سائر النجاسات يكفي وإيش؟ مرة واحدة. ولعل هذا رأي السيد فضل الله أيضا في كل النجاسات مرة واحدة يكفي. فعلى القول بأنه يكفي المرة خلاص بعد حال حال بقية النجاسة، مثل ما ذكرنا في الدم أنه مرة واحدة تزيل عين النجاسة أولا وتسكب عليه الماء تنشف الماء بعد ذلك صار المحل طاهر. لكن على قول المشهور على أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى مرتين، يحتاج إلى مرتين. خلص الوقت ما مدانا. زين صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. زين بالنسبة إلى البول إذا صار سواء كان في المسجد أو كان في البيت أو ما شابه ذلك، خب ذكرنا بالنسبة إلى الملابس، بالنسبة إلى البدن القول المشهور على أنه يحتاج إلى غسلتين، أنك تغسله بعد إزالة النجاسة تغسله الغسلة الأولى زين، تعصر تفصل الغسالة وتسكب الماء مرة ثانية وتعصره وتخرج الغسالة، صار الآن ماذا؟ طاهر، سواء كان هذا الملابس أو بالنسبة إلى البدن كذلك، تصب عليه المرة الأولى فتنفصل عنه الغسالة، تصب عليه المرة الثانية صار طاهر. كذلك بالنسبة إلى المسجد إذا صار بول أول شيء تنشفه وبعدين ماذا؟ مكان النجاسة تصب عليه الماء وتنشف المكان، نشفه تأخذ بالكلين اسمه شنو كذا كذا تنشفه، ترد مرة ثانية وإيش؟ تصب الماء وتنشفه، صار الآن محل وإيش؟ طاهر. أو بتمد الهوز مثلا، باعتبار هاي مسألة بعد أوضحها إليكم على أن الماء الموجود عندنا ماء الأنابيب هذا يقولون حكم ماذا؟ حكم ماء الكر، يعني ماء كثير يعتبرونه، هذا ماء كثير. فعدهم طبعا الماء الكثير أحيانا ما يحتاج للتعدد، ما يحتاج للتعدد. ولذلك الآن بالنسبة إلى الاستنجاء، الاستنجاء يمكن البعض يوسوس واجد في هذا الموضوع، يبليت كم كيلو من الماء خسره حتى يالله يطهر مكان النجاسة، مكان البول أو مكان الغائط. لا لا ما يحتاج لهذا الأمر. قالوا يحتاج إلى ماذا؟ أنه يغسل المحل يكفي مرة أو مرتين. السيد السستاني يكفي مرة، كثير من الفقهاء احتاجوا إلى ماذا؟ مرتين. على العموم أنت مرتين ثلاث خلاص طهر المحل، صار المحل طاهر، هذا يسمونه الاستنجاء وهو غسل موضع البول، مكان البول ومكان الغائط. فتقلع النجاسة، تزيل النجاسة وتصب الماء مكان هذا وخلاص انتهى الموضوع. مرتين إذا سويت مع ثلاث مرات، أما بالنسبة إلى الكثير طبعا ما يكفي أنه يطهر المحل إلا بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على ثم أن هذا الماء كما ذكرنا لا يقتصر فقط على تطهير هذه النجاسات، بل أنه يطهر الميت أيضا. فإذا مات الإنسان نعم يغسل بماذا؟ ما الذي يطهره؟ يطهره الماء، وله كيفية ماذا؟ خاصة ذكرناها سابقا أيضا. إلا بالنسبة إلى الشهيد فإنه ماذا؟ طاهر، ويلقى الله سبحانه وتعالى بالحالة التي هو عليها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أسفي عليك أبا عبد الله لما مروا بالنساء على القتلى، مقطعة أعضاؤهم سائلة دماؤهم، معفرين بالتراب مزملين مرملين بالدماء، صحنا وقلنا وحسينا ومصيبتا، أما ابنته سكينة ابنة الإمام الحسين عليه السلام فإنها رمت بنفسها على جسد أبيها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام،
وجعلت تتمرغ على جسده الشريف وهي تبكي وتصيح حتى جاء أعداء الله وجذبوها عن أبيها. تقول سكينة: سمعت أبي يقول شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني. أو سمعتم بغريب أو قتيل فاندبوني، فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأباوا أن يرحموني. وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين. أثار الأبو يا ناس خيمة، والله خيمة يفي على بناته وحريمة، يفي على بناته وحريمة. والله هضيمة هضيمة أنا صير من زغري يتيمة، هي أنا صير من زغري يتيمة. هذه يتامكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائي. يا الله تقبل عزانا، شافي مرضانا، أيد وانصر علماءنا العاملين، وارحم الماضين. اللهم فك مسرانا، رد مغربينا، ارحم شهداءنا، شافي وعافي جرحانا ومرضانا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم امنع ايدي